السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غادي نتعرفوا هاد العشبة المهمة، تعالج الكثير من المشاكل الصحية. هاد العشبة كتسمى شندقورة، هنا كنقولها شندقورة، وعندها أسماء كثيرة في أماكن أخرى. هي موجودة بكثرة في الطبيعة، وهي من النباتات غير المهددة بالانقراض. فقط الذي يهددها هو الجرار تراكتور، واللي كيهددها لأنها لا توجد في هذه الأماكن اللي فيها الحرث. منذ القديم الأجداد ديالنا والجدات أضافوها للخبز، أضافوها للحساء، أضافوها للحليب الساخن، عالجوا بها الكثير من الأمراض. حتى أن الجدات قديما كانوا كيقولوا يقولون شندقورة المذكورة لتفك ولدي من الضرورة، أي تخلصه مما هو مضر. شندقورة المذكورة يعني المذكورة في أمهات الكتب، مفيدة في علاج الكثير من المشاكل الصحية، وكتقضي على الديدان المعوية، وكتنقي الدم، وتطرد السموم من الجسم، ومفيدة لهذا الشيء ديال أمراض البرد. فهي تعالج العقم عند المرأة، ومخفضة للسكر والضغط، ومفيدة لالتئام الجروح. كانوا كياخذوها ويغسلوها وينقوها من هذه الأتربة العالقة ويجففونها، وكياخذوا المطحون ديالها، فهو مفيد جدا في علاج الكثير من الأمراض، منها الغدة الدرقية والتوتر النفسي والغضب، وكتنشط الخصوبة عند المرأة، ومفيدة للقولون العصبي. الكثير من الفوائد، حتى كانوا كيضيفوها العجائن، ومنهم البطبوط، ومعها البصل، ومعها الفلفل، وزيت الزيتون، وبعض التوابل. فكانت مفيدة جدا لصحة الناس. كثير من الفوائد، فقط لا يجب الاكثار منها. فكميات كبيره تجلب الصداع وضعف المعده، والتناول ديالها ما كيكونش بواحد المداومه، كيكون واحد 3 ايام او 4 ايام مثلا. وكانوا كيديروا هذا الشيء ديال الشعر، فهي مفيده لتقويه الشعر. كانوا ياخذوا المطحون ديال هاد الشندقوره وكيخلطوه مع القرنفل المذوب، يعني مطحون، ويخلطوه بالماء ويتوضع على الشعر، ثم بعد مرور ساعتين يغسل هذا الشعر. فهذه الطريقة مفيدة، يغسلوا الشعر ويديروا ليه زيت الزيتون، فكانت هذه نتائج مبهرة إيجابية. وكل اللي كان كيشربوا مثلا ملعقة صغيرة في كأس ماء على الريق، مفيد لهذا القضاء على الديدان. الديدان راه قلنا يمكن لينا نستعملوا الخس مثلا، مزيان ليهم الخس يكون مغسول ومنقي، أو القليل من الشيح. ولكن شي وحدين عندهم حالات، يعني حالات شوية صعاب في الديدان، فشندقورة مزيانة. وبالنسبة للعقم، راه كيخلطوا واحد الملعقة مع العسل النحل الطبيعي، وكيتناولوا أو تتناولوا السيدة قبل النوم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.